مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. اسمحوا لي في بداية هذا الحوار باسم طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي وباسم كل القائمين على إدارة العمل وفريق العمل وزملائنا في قناة الأهلي أن نتوجه بخالص العزاء لأسر شهداء وضحايا الحادث الأليم الذي وقع في محيط معهد الأورام، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا الشهداء والضحايا برحمته الواسعة، ونتمنى أيضا لأسرهم الصبر والسلوان وسرعة الشفاء وتمام الشفاء بإذن الله للمصابين. خلوني أبدأ مع حضراتكم في هذه الحلقة هذا الحوار. بنسعد اليوم باستضافة واحد من الكوادر المتميزة بإجماع الآراء وبشهادة الجميع من فريق العمل الرائع في مجلس إدارة النادي الأهلي وقائمة الكابتن محمود الخطيب، والتي اكتسحت الانتخابات السابقة بأعداد غير مسبوقة وفي حالة من الارتياح وفي أوساط النادي الأهلي على مستوى كافة المقار والأفرع لجدوى العمل وسياسات العمل والجهد الكبير المبذول. من هذه الكوادر المتميزة معنا النهاردة في الأهلي الليلة وعبر شاشة قناة الأهلي الأستاذ طارق أنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير يا أستاذ طارق وأهلا بحضرتك. مساء النور أستاذ محمد، وتحياتي لجميع المشاهدين وجماهير النادي الأهلي وأعضائه، وطبعا بنتهز الفرصة أن تعازينا للضحايا للحادث المؤسف اللي حصل، وتمنياتنا بسرعة الشفاء للمصابين كلهم، ودايما إن شاء الله مصر عظيمة ولن ينال أي حادث منها، وتعازينا لكل الشعب المصري. طبعا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وحضرتك هنا بتمثل كل طبعا القائمين على إدارة الأمور في النادي الأهلي وزملائنا في إدارة القناة أيضا فريق العمل، الكل متأثر وكلنا جزء، والنادي الأهلي ارتباطه طبعا جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ومهتم بقضايا هذا الوطن إلى أبعد مدى. أستاذ طارق، هبدأ مع حضرتك بحديث لا ينقطع على مستوى أعضاء النادي الأهلي، الجمعية العمومية والأوساط الإعلامية والجماهيرية المهتمة بالنادي في كل مكان داخل وخارج مصر. خلينا نتكلم ونقول لحضراتكم كمان في البداية أن أستاذ طارق ليس فقط من الكوادر الدؤوبة جدا في مجلس الإدارة، بل هو كمان من الكوادر المنتمية للنادي الأهلي منذ سنوات طويلة، قضى عمره كله واكتسب خبرات كثيرة بالإضافة إلى خبراته في الحياة العملية داخل النادي الأهلي، ومن خلال وجوده على المستوى الاجتماعي والأسري فهو بينتمي إلى أسرة من الأسر العريقة المنتمية والمعروفة داخل أركان النادي الأهلي. أستاذ طارق، عايز أبدأ مع حضرتك بالتعقيب على الاحتفالية والفوز بالدوري اللي كان بالغ الصعوبة هذا الموسم، كيف تراه؟ طبعا الحمد لله هو موسم استثنائي، هي دي يمكن سبب من أسباب الفرحة الكبيرة لكل من ينتمي للنادي الأهلي وكل من ينتمي للرياضة الصح، يعني للأمانة، لأن موسم استثنائي في كل حاجة. احنا كمجلس إدارة النادي الأهلي زي ما من أيام الانتخابات كان كابتن محمود خطيب كان بيعرض أن ملفات فينا جميع التخصصات موجودة والملفات موزعة بالكامل على أعضاء مجلس الإدارة. كابتن محمود الخطيب هو المنوط به ملف الكرة من قبل المجلس، يعني كلمة حق تقال حاليا، يعني أن كابتن محمود الخطيب تعرض في الفترة دي لكم من الضغوط الغير طبيعية في إدارة الملف ده. أنا عايز أقول بس ليه سر يعني سعادتنا كلنا بالموسم الاستثنائي ده بالنهاية بتاعته، يعني لأن كم الضغوطات وكم الحاجات اللي هي غير مسبوقة اللي حصلت السنة دي في الموسم ده في ناحية الكرة كانت غير طبيعية، يعني حتى لو الجميع تذكر لوائح بتطبق على أندية وأندية، يعني في حاجات كتيرة قوي في الوسط الرياضي حصلت طوال الفترة دي، ويحسب لكابتن محمود خطيب إن أدار الملف الحمد لله بحكمة، وفي نفس الوقت استمرارا للنادي الأهلي هو صانع قرار مع حفاظا على هيبة النادي الأهلي. فده موسم دي حلاوه الدوري ده بالذات. في حاجه تانية طبعا في تاريخ الانديه وفي تاريخنا كنادي اهلي كحته الكوره بالذات، ياما بيحصل ان المنحنى بيهبط، بيحصل ان بتقعد لك سنتين ثلاثه ما تاخدش بطولات، دي حصلت في تاريخنا كنادي اهلي، ممكن اخرها الموسم اللي هو بتاع 2002 و3 و2003، وجيت انت في 2005 بدأ يظهر نتائج التجديد بالظبط كده. الحمد لله اللي حصل السنه دي في ملف الكره ما عدناش كده، هو حصل بعد الطبيعي ان بعد البزوغ الجامد جدا والبطولات الغير مسبوقه اللي جيل معين حققها ان انت بتقعد لك شويه، لا ما طولتش الفتره. اول ما حصل يعني بصراحه حضرتك ان احنا لما جينا في 1/12/2018 اول كان على طول في فتره قيد، يعني كمتابعين كلهم فتره قيد محدوده لان ما فيش اوريدي القوائم محطوطه وعندك افريقيا وعندك الدوري. اول ما ظهر فرصه للتدعيمات
كابتن محمود خطيب بصفته مشرف على الكرة من قبل المجلس أدار القصة كلها، وحصلت تدعيمات كبيرة جدا اللي هو في يناير اللي فات، اللي هو ما جات لك الفرصة. بدأ حضرتك بتقول 1/12/2017 حضرتك بتقول ان هنا عملتوا تحدي صعب جدا انكم ما تتخلوش عن المنافسه على البطوله المفضله للنادي الاهلي وجماهيره، وانه تعملوا توازن بين التجديد والاحلال والمنافسه على البطوله. التجديد وتتويج فريق وهو ما حدث الحمد لله يعني مع عمليه التجديد قدرنا نفوز إن, ان لما اوتي الفرصه اللي هي كمثلا اتحاد الكوره فتح الباب للتبديل وانك تأيد لعيبه، ده حصلت يمكن التغيير اللي هو كان ممكن تستغله كنادي اهلي في يناير. قبلها كان تضارب بين القايمين الافريقي او المحلي، مفيش فترات قيد كبيره، كل الكلام ده ما كانش يمكنك تعمل حاجه. فالانصاف لما بقى في تمكن من كده حصل الكلام ده، التدعيمات الكبيره في يناير اللي فات واستكملت في الصيف ده. الحمد لله ملف الكوره اللي هو بيهم جماهير النادي الاهلي العريقه في كل مكان ماشي بخطوات ثابته، وفي نفس الوقت زي ما بقول بتاخد لها فترات في تاريخ النادي. لا الحمد لله التجديد ده ما خدلوش وقت كبير خلال الفترة ومستمر دي في دعم وصفقات تانية وفي النهايه بيتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى في النتائج. طيب قبل ما ننتقل لملفات كثيره جدا، حابين ان جمهور النادي الاهلي ومشاهدي قناه الاهلي يسمعوا حضرتك بتتكلم في كل هذه الاتجاهات. حضرتك عايز تقول رساله توجهها لمين عن الفوز بالدوري هذا الموسم؟ ايه العناوين الرئيسيه اللي ارتبطت بالكفاح الكبير للاهلي هذا الموسم والحفاظ على البطوله المحببه للجماهير رغم كل الصعوبات اللي مرينا بيها؟ توجه رساله لمين عن بطوله الدوري هذا الموسم؟ هو مش رساله، هو احنا كلنا اهلاويه يعني، ففي النهايه هي فرحه اهلاويه للجميع، وفي نفس الوقت رساله تطمين، تطمين لكل جماهير النادي الاهلي. ان برضو التمسك بكل ثوابت النادي الاهلي ان شاء الله دايما هيدينا نتائج مرضيه. ان اللي بيحصل احيانا اي هزات او اي حاجات بتحصل بره الغلاف الطبيعي للنشاط الرياضي والكروي في مصر دي ما تاثرش لا على النادي الاهلي ولا تنال منه الحمد لله. وفي نفس الوقت النادي الاهلي دايما بيجدد نفسه، يعني احنا في ظل الكلام ده الحمد لله الفرقه ماشيه كويس او الحمد لله، وفي تجديد وتطوير في لجنة التخطيط بقت موجودة لتحدد استراتيجيات، وفي نفس الوقت على تواصل مع الإدارة الفنية. يعني في إجماله القصة ماشية بخطة ثابتة وفي نفس الوقت متماشية مع معطيات النادي الأهلي، ودايما الحمد لله برضو أن النادي الأهلي هو صاحب قراره في كل ما يخص عملية رياضية أو أي قرارات تنبؤ من قرارات إدارة كل الإدارات التابعة في ظل الموسم الاستثنائي ده تم المحافظة على ده كله، وفي الآخر اتبلورت بالحاجة الجميلة اللي كل جماهير النادي الأهلي طبعا دايما عشقها، هو الدوري العام يعني، وإنها البطولة لها طعم خاص جدا، البطولة المفضلة دايما لجماهير. طيب في سؤال الناس كتير عايزة تعرف حجم الجهد المبذول قبل ما ننتقل لملفات تانية مع حضرتك يا أستاذ طارق. كان رقم قياسي في عمر وفي عدد اجتماعات مجالس إدارات الأندية في مصر في هذه الفترة اللي حضرتك أشرت إليها من 12/2000 وحتى يومنا هذا، هذه الاجتماعات اللي تجاوزت 45 اجتماع. ليه في حرص على هذا الكم من الجهد من اجتماعات مجلس الإدارة؟ عشان في متابعة مستمرة وفي على طول عمل دؤوب الحمد لله مجلس الإدارة مع كل الإدارات اللي شغالة جوه النادي. احنا 45 اجتماع اتعمل من يوم ما جينا، في 27 في السنة الأولى وفي 18 لغاية دلوقتي في السنة الثانية من عمر المجلس، وده زمن قياسي والحمد لله الناس بتدي من وقتها ومن حياتها ومن طاقتها للنادي الأهلي. في نفس الوقت مش اجتماعات ده بالعكس، مش اجتماعات اللي هي لمجرد اجتماع أو كلام، ده بيتلوها قرارات، اجتماع للتواصل في مشروعات نفسها موزعة على مجلس الإدارة، كل واحد معاه مشروعات معينة بيتواصل فيها مع الإدارات المعنية في النادي. فده استمرارا الحمد لله للجهد المبذول عشان دايما النادي الاهلي يبقى نمره واحد في كل حاجه ان شاء الله، والقادم افضل كمان باذن الله مع جهدكم المتواصل يا استاذ طارق. عندنا كمان بيان محتاجينه من حضرتك او توضيح اكتر لحقيقه الجهد اللي تم تقديمه حتى لحظه افتتاح كل الامور الخاصه بالبنيه التحتيه والملحقات الخاصه باستاد التتش، ليس من الخارج فقط، ليست المدرجات او ارضيه الملعب فقط وان كان تم فيها شغل كتير، عايزين تسلسل القرارات وسياسات العمل المتصله حتى عبر بعض المجالس السابقه وصولا الى لحظه تكليل هذا الجهد بكل ما حققتوه خلال الايام اللي فاتت في استاد التتش. امبارح برضو كان يوم من الايام السعيده عندنا في النادي الاهلي ان كان فيه الافتتاح، مش تصحيح في حته غرف ملابس او خلافه، اللي هو المتعلق بكل البنيه التحتيه لقطاع كره القدم.
في المدرج نفسه، ويمكن الكلام ده كنا بنقوله ايام الانتخابات، ان في مدرج قايل السقوط وفي مدرج تاني في مشروعات معده ليه. وللانصاف كعادتنا كنادي الاهلي ما بنبخلش بحق اي مجلس من المجالس السابقه. المخطط ده بدا في مجلس كابتن حسن حمدي كان سنه 2006 2007 اللي هو التجديد الكامل وعمل البنيه التحتيه لمدرج التتش. والكلام ده موثق جوه النادي الاهلي، لانك برضو المهندس سامي علي كامل هو المشرف الهندسي حاليا هو كان المشرف الهندسي في نفس الفتره. يعني تم الانتهاء من فتره كابتن حسن حمدي من انشاء المدرج بالكامل، خرسانات وانشاءات وخلافه، اللي هو تقدر تقول ان جزء كبير من الحاجات اللي هي ايه متعلقه بالبنى نفسه، الحاجات اللي هي خرسانات وعمال تشطيبات وكده. عفوا المقاطعه استاذ طارق، لابد ان نتوقف الان مع حضرتك ومع الساده المشاهدين مع فاصل قصير، وبعد الفاصل نعود لاستكمال هذا الحوار، تابعونا. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ونجدد الترحيب بالاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. برحب بحضرتك مره ثانيه يا استاذ طارق. وقبل الفاصل حضرتك كنت بدات الحديث عن المرحله الاولى للتراخيص والموافقات وكل العمليات الخاصه بالتعديل والتجديد في استاد التتش. ثانيه اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين ان بدايه المخطط ده كان ايام مجلس كابتن حسن حمدي اللي هي سنه 2006 2007 بالتحديد، يعني ان كان وقتها هو في تفكير كامل للبنية التحتية لفريق الكرة، وتم التفكير في المدرج دوت وبدأ العمل فعليا، يعني اعمال خرسانات واتعملت ايامها وما استكملش بقى، ما دخلوش على حتة التشطيبات وكده بسبب حدوث الأحداث اللي مرينا بيها بعد 25 يعني اللي أثرت على حاجات كتيرة جدا. وبالتالي ما كانش فيه لا سيولة المالية ولا حاجات كتير تعرقل انك تتم الكلام دوت. اللي حصل ان لما جينا وبكرر برضو تاني ان هو كان المشرف الهندسي كان المهندس سامح علي كامل اللي هو حاليا برضو المشرف الهندسي للنادي الاهلي يعني. فالملف بالكامل احنا كنا بنتداوله كمان ايام الانتخابات، لان احنا كنا بنقول من برنامج ان هدم المدرج القديم وعمل المشروع اللي هي البنيه التحتيه في المدرج الجديد. تم عمل دراسات بقى في المجلس بتاعنا بدراسة احتياجات فريق الكرة، ليه من حيث بقى قاعة محاضرات وغرف ملابس وجمانيزيا مجهز بأعلى مستوى، والساونا كل ده ما كانش موجود، وساونا وجاكوزي ومغاطس وغرف علاج طبيعي ومكاتب للجهاز الفني والإداري وغرف خلق ملابس للجهاز الفني، يعني كل الحاجات اللي هي الأدوات اللي هم بيحتاجوها والانشاءات اللي محتاجينها جوه الكوره، اللي هي برضو عشان تضاهي ما يحدث وغرف العلاج والاستشفاء وكل الجانب الطبي والبدني الانديه العالميه يعني. ومخازن وعياده طبيه، كل الكلام ده الحمد لله تم خلال اللي هي الفتره اللي احنا موجودين فيها، الحمد لله تم انشاؤه وعمله وتجهيزه، وده اللي احنا كنا بنفتتحه امبارح في الافتتاح اللي حصل جوه الجزيره. الصور اللي احنا شايفينها على الشاشه يا استاذ طارق. تمام. وفي مراحل على فكره لسه جايه ان شاء الله اللي هي خاصه بالدور الثاني، المفروض هيكون في غرف فندقيه للعيبه نفسها ان شاء الله يعني، وقاعه طعام وخلافه. وفي برضو عندنا في التخطيط نفسه اللي موجود ان برضو الالعاب الجماعيه هيستفيدوا بحاجات متعلقه بالاقامه والكلام ده، في الحاجات المتعلقه بالغرف الفندقيه اللي هتقام مع بجانب الغرف اللي هي المخصصة لفريق الكرة. يعني احنا بنوضح مرة تانية بنأكد للسادة المشاهدين، حضرتك بتقول ما تم خلال الفترة القصيرة الماضية من تجهيز لكل الملحقات الخاصة باستاد التتش كان في حرص على أن يتم قياسا على الأندية الأكبر في عالم كرة القدم. بالزبط. أكبر بالزبط. الأندية في العالم في عالم الرياضة وكرة القدم، أن يبقى في نفس الملحقات للاعبين. الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت برضو تطوير النجيلة بتاعت الأرضية بتاعت استاد التتش، حاجات كتيرة جدا الحمد لله. هو انت بحافظ على حاجتين، التراث العريق للنادي الاهلي كتتش نفسه وجوده، وفي نفس الوقت عايز تجدد وتطور فيه، فالمعطيات دي وفي نفس الوقت بتقابلك حاجات كتيره قوي، وده طبيعي متعلقه بتراخيص بخلافه بكده. كل حاجه انت بتكون عامل لها بلان وارد جدا، هو المشكله في ايه؟ وارد تاخيرها، لكن مشكلتك انك لو انت مش متابع الكلام ده. فالحمد لله اي حاجه بيبقى فيها تاخير معين في متابعه موجوده ليها،
سواء ده متاخر لتراخيص معينه للوازم معينه قد تيجي في حاجات بتبقى جايه من بره يعني مستورده او خلافه. فالحمد لله برضو اللي هو المنظر اللي وصلنا له ده، وان شاء الله برضو داخلين على الافضل، والافضل اللي هو يليق بالنادي الاهلي. طب المردود صدى هذا الجهد المبذول كان في الافتتاح مع الكابتن الخطيب واعضاء مجلس الاداره المدير الفني مارتن لاسارتي وكل اعضاء الجهاز الفني والفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، كان رد فعلهم ايه وتقييمهم لما تم في هذا الجزء او لا؟ الحمد لله بصوره بسعاده وصوره مرضيه جدا اللي احنا شفناه امبارح، وفي نفس الوقت احنا كمجلس اداره النادي الاهلي عمرنا ما بنبص ان ده جهد مننا او كده، ده الطبيعي لوجودك في النادي داخل الأهلي. النادي الاهلي النادي الاهلي دايما بنقول ان هو يليق به ان اعلى من اللي بيتعمل، فالحمد لله دايما عندنا يقين في كده. بص حضرتك، هو في النهايه وانت بتتعامل وانت بتدير المعطيات دي مرجعيتك ايه؟ فالحمد لله عندك مجموعه من القيم اللي بتحكمك ومرجعياتها هي اللي بتحكم تصرفاتك. ففي النهايه الحمد لله سيظل النادي الاهلي هو كده، ما حدش بيدي للنادي ودايما الاهلي، ودايما حضرتك بتقول دايما باصين للافضل يا استاذ، باصين للافضل وشايفين النادي الاهلي يستحق اكتر افضل يعني. عشان كده سقف الطموحات ما بينتهيش، لان ده النادي الاهلي يعني. طيب خلينا ننتقل من الحديث عن ما تم، وحضرتك وضحته بشكل اكثر من رائع في ملحقات استاد التاتش وفي الاستاد نفسه ارضيه الملعب والمدرجات، وصولا الى القطاع الخاص بكل احتياجات ومتطلبات الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي طبيا وعلاجيا وفنيا، والجانب الخاص بالمحاضرات الى اخر هذه الامور والتجهيزات اللوجستية الموجودة عند أشهر فرق كرة القدم في العالم. أستاذ طارق، هننتقل للحديث عن النشاط الرياضي بشكل عام. كيف ترى حصاد موسم منقضي، النتائج الفرق الجماعية والفردية؟ عايزين نظرة عامة بتمثل فيها حضرتك رأيك الشخصي ورأي مجلس إدارة بشكل عام عن ما تم إنجازه واحتياجات الموسم الجديد بالنسبة لقطاع النشاط الرياضي. مبدئيا برضو عشان يعني أوصل حضرتك والسادة المشاهدين إن لا، في اهتمام غير طبيعي بالمجلس بالنشاط الرياضي. بألعاب الصلاة والألعاب الفردية وخلافه والكلام ده، والدليل على كده ان احنا برضو خلال السنة اللي فاتت تم عمل لائحة للنشاط الرياضي، واللائحة دي خدت جهد كبير من مجلس الإدارة او من العاملين جوه النادي او الخبرات اللي استعان بهم المجلس في ان اللائحة تطلع بالشكل اللائق بالنادي الأهلي، وفي نفس الوقت اللي يلبي احتياجات الفرق الجماعية والألعاب الفردية والمديرين الفنيين من كل النواحي. اي اوجه قصور المفترض ان وصلنا، واي تعديل وارد في اي لائحه، يعني لو اكتشفنا في اي فتره ان في حاجات ممكن يتعدل فيها او خلافه ممكن يحصل الكلام ده. مؤخرا تم تشكيل لجنتين، ودي برضو لاول مره تحصل في النشاط الرياضي. في لجنه لتطوير العمل جوه النشاط الرياضي نفسه، وده فيها ثلاثه من زملاء اعضاء مجلس اداره النادي، وفي لجنه لاكتشاف المواهب. برضو حاجه اكتشاف المواهب دي ما كانتش موجوده قبل كده في العاب الصالات او كده، يعني كانت دايما حته متعلقه بكره القدم. اللجنه دي المفروض تضم فيها قامات من العاب الصالات والالعاب الجماعيه الموجودين في مصر من ثلاث العاب يعني. وروعي في اللجنه دي تنوع الاجيال. على فكره عندنا في النادي الاهلي دايما بنراعي الحته دي في اي تشكيلات متعلقه بحاجات فيها حاجات تكوين لجان او خلافه، بحيث ان يبقى اللجنه المنوط بيها دي في جيل من الخبراء القدام، خبراء اللعبه القدام، وفي جيل من جزء من الجيل الوسط ومن جيل وشفنا اللي حضرتك بتقوله ده انعكس على الاختيارات حتى في تشكيل لجنه التخطيط والتطوير لكره القدم. بالظبط. فنفس الحكايه برضو في لجنه اكتشاف المواهب. اللجنه دي شغاله من حوالي شهر تقريبا، وبتحط اليات واستراتيجيات متعلقه بالالعاب الجماعيه كلها، وهدفها اكتشاف المواهب وان هي تغطي كل نجوع مصر، ان هي ما تبقاش متعلقه بس بالقاهره او خلافه. ما ننساش بقى حاجه، عندنا الاكاديميات متواجده في كل فروع النادي الخاصه بالالعاب الجماعيه، وبتلقى اولويه من مجلس الاداره ومن المسؤول عن ملف النشاط الرياضي في النادي كابتن رؤوف عبد العزيز. الاول برضو عايز اقول لحضرتك ان لما تمسك بالنسبه للالعاب النشاط الرياضي بصفه عامه، الالعاب الفرديه عندنا لو بصيت ل 95% من الابطال في الالعاب الفرديه سكواش وخلافه والكلام ده موجود في مصر، هتلاقيهم من النادي الاهلي. يعني واخدين اماكن الحمد لله او ترتيب عالمي او بطولات او كده، هم من ابناء النادي الاهلي، من عندنا موجودين في النادي. ففي اهتمام بالكلام ده موجود. لو هنتناول الحاجات اللي متعلقه بقى ثلاث العاب، ممكن اكلم حضرتك بالتفصيل على سواء كرة الطايره والسله واليد واللي تمت مقابلته ايه، واللي تم من خلال مجلس اداره النادي والاستعداد ازاي للموسم الجديد. بالزبط. طب خلينا نسمع راي حضرتك لده مصحوب بتعقيبك على اللي هنسمعه دلوقتي ومحتوى اللقاء اللي تم مع الكابتن رؤوف عبد القادر النشاط الرياضي في النادي الاهلي. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ طارق انديل.
طبعا في البدايه بنقدر مدى قلق جماهير النادي الاهلي على العاب الصالات، وخاصه بعض الالعاب اللي النتائج بتاعتها في الموسم الماضي زي اليد للرجال والسله للرجال لم ترتقي الى طموحات جماهير النادي الاهلي. يعني احنا حاولنا بشتى الطرق، اولا تم تعيين الكابتن اشرف توفيق مديرا فنيا لفريق كره السله، واللجوء الى المدرسه السويديه بالنسبه لكره اليد كمدير فني اجنبي من السويد والمساعد بتاعه ايضا، ده من حيث الفنيات. بنقول بالنسبه للتدعيمات اللعيبه كما عهدنا دائما داخل النادي الاهلي بنرجع للفنيين بنشوف ايه طلباتهم، بنشوف اللعيبه الموجودين في قائمه في الموسم الماضي ايه مدى الاحتياج للاعبين، بنجدد لهم اذا كان في عقود منتهيه، اذا كان في نيه للاستغناء عن بعضهم بنبلغهم. بعد كده بنلتجئ بنشوف المراكز اللي هم محتاجين فيها تدعيمات، وبدينا بخط متوازي فريقي اليد للرجال والسله. نتكلم عن السله في الاول، نجاح النادي الاهلي في التعاقد مع اللاعب الامريكي اليكس يونغ، اعتقد ان ده كان موفق للغايه، لعيب له اسمه، لعيب تقيل، لعب في جميع يعني حوالي 7 دوريات في اوروبا، معدلاته منشوره ومعروفه، فاحنا يعني مش بلايند او بنعمل صفقه واحنا مش شايفينها قدامنا، لا، لعيب من ضمن اللعيبه المصنفين عالميا وليهم اسكورات بتاعتهم، فالحمد لله. يمكن يعني نرجو ان يكون اللاعب عند حسن ظن النادي والجماهير. ايضا كان في احمد اسماعيل، ده لاعب مصري طوله 2 متر و12 سنتي، مقيم في الولايات المتحده الامريكيه ولاعب في الجامعات الامريكيه برضه على مستوى عالي. الحمد لله نجحنا في التعاقد معاه وبدا التدريب بالفعل منذ حوالي اسبوعين مع بالضبط بعد شكوى والاتحاد يعني اتحقق فيها واثبت بعد كده احقيه النادي الاهلي في اللاعب. هنبص بعد كده في عوده اللاعب عماره، كان لاعب عندنا في النادي الاهلي وانتقل لصفوف نادي سبورتنج الموسمين اللي فاتوا. عماره من اللعيبه اللي انا شخصيا لما ضمته من النادي الاولمبي من حوالي 6 سنين اعرف مدى قدره هذا اللاعب، فهو رجع لبيته تاني من اول وجديد، فبقول هو اضافه قويه. وجود 2 لاعبين ايضا من نادي الشرقيه للدخان، عزت ومحمد محمود الشرشابي، برضو 2 اللي هم اثبتوا في خلال الموسم اللي فات عملوا مستوى عالي جدا مع نادي شرقيه للدخان. ده بالاضافه ان حاليا دلوقتي يعني بيتم التفاوض لفي 2 لاعبين يعني قربوا خلاص باذن الله للانضمام. هاندبول كان موضوع الدعم الفني ده كان بيشغل بالنا وقعدنا وقت طويل جدا عقبال ما ربنا وفقنا مدرب كبير قوي، مدرب على مستوى العالم لما تسال عليه، مصنف، درب منتخب السويد ودرب منتخب فنلندا، درب احسن الانديه الالمانيه في اوروبا، فاز بميداليه اولمبيه، فاز ببطوله اوروبا للانديه، والحقيقه بعيد عن هذه الالقاب ولا اي حاجه، الراجل منذ وصوله من يوم 21 واستلامه العمل يعني الواحد يمسك ورقه وقلم ويقعد يكتب اللي بيشوفه، كافيه حرصه على كل صغيره وكبيره. فاعتقد ان ده مكسب فني كبير جدا للنادي الاهلي. بالنسبه للاحتراف يعني اللاعب يوسف معرف، عايز اقول لاعب على مستوى عالي، يمكن بدأ الموسم اللي فات كان عبال ما خد فترة للانسجام مع الفريق، لكن أعتقد أن في نهاية الموسم اللي فات يعني قبل بلاء حسنا، بالدليل أن احنا عندنا 3 عروض من دولة الإمارات لضم اللاعب،
ولا أخفي من نادي الشباب الإماراتي ومن نادي العين وأكثر من نادي تونسي طالبوا للعب معاه. فاللي أنا عايز أقوله يوسف معرف من اللعيبة اللي أنا بعتقد أن الموسم اللي جاي ده بعد الانسجام مع فرقة النادي الأهلي هيأدي موسم بإذن الله طيب. هنلاقي تدعيم الفريق بثلاث صفقات خارجية حتى الآن، بقول حتى الآن ليه؟ لأنه مازال في صفقات في الطريق، اثنين في مركز بيفوت أو على الدائرة، وبالإضافة الباك رايت باهر البدراوي. زائد ما أقدرش أنسى أن منتخب 98 الفائز بالمركز الثالث في خمس لاعبين من ضمنهم ثلاثة سجلناهم بالفعل مع الفريق الأول هذا الموسم. ما فيش لاعب لا في كرة السلة ولا في كرة اليد طلبوا الجهاز الفني إلا ما قدرت النادي الأهلي ووفرته، وتحت يعني بكل السبل عملناها عشان نوفر طلبات الأجهزة الفنية. أيضا بالنسبة للبنات بنحاول إن احنا نحافظ على الإنجازات بتاعتهم. على فكرة عايز أقول الإنجازات في البنات إنجازات تخص كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة، ده بالإضافة يعني مش عايزين نكرر موضوع الألعاب الفردية. الألعاب الفردية وإحنا بنتكلم دلوقتي، لسه مبارح فريق تنس الطاولة للسيدات فائز ببطولة أفريقيا اللي أقيمت في ليجوس في نيجيريا. لكن عايز أقول هناك إنجازات فريق الغطس، أنا كل اللي أنا بحكيه لك ده في خلال الأسبوع ده، لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي يفوز بكأس العام للغطس. لكن إحنا بنوعد بإذن الله إن النتائج هتتحسن بتاعة اليد والسلة للرجال، وبقول إن ربنا يكرمنا، إحنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا بإذن الله. أستاذ طارق أنديل، تعقيب حضرتك على أهم النقاط اللي توقف عندها أو أشار لها الكابتن رؤوف عبد القادر. يعني إجمالا مع الكلام اللي قاله كابتن رؤوف، طبعا كل التدعيمات يعني حصل مراجعة يعني بلا جدال. الأهم أنك تكون بتتابع أداء الفرقة دي والنتائج، وفي نفس الوقت أن ده في أجندتك كمجلس إدارة أن احنا يبقى كعادة النادي الأهلي في كل حاجة نمرة واحد. فحصل فعلا اللي هو السلة رجال، والنسبة اللي حصل في اليد والنتائج اللي هي مش على المستوى اللي النادي الأهلي بيطمح. حصل مراجعة وتقييم دقيق طبعا للنتائج، طبعا مراجعة جامدة جدا، ودل على كده ان السلة الاستراتيجية المرحلة القادمة وتبعيتها تم تغيير، يعني تم الإسناد لجهاز فني على أعلى مستوى. في نفس الوقت اليد يعني خدنا فترة عبال اللي هي سيفيهات وتعرض على المجلس وقام بدور كبير جدا المجلس مع إدارة النشاط الرياضي لغاية ما تم التعاقد مع مدرب مشهود ليه بالكفاءة وحصل على ميداليات وخلافه. وزي ما كابتن رؤوف قال يعني ده كان بيدرب منتخب السويد وبيدرب منتخب فنلندا. كل المعطيات اللي هي خدت وقت زي ما حضرتك بتقول عشان توصلوا لاسم يعمل فارق مع كرة اليد، يعمل طبعًا نقلة فنية كبيرة. وفي نفس الوقت مع دي كل التدعيمات اللي هي اللازمة من لاعبين وخلافه، الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت تم القيام بيها. يعني أقرب اللي هي تدعيمات اليد زي ما كان كابتن رؤوف بيشرح، في تدعيمات من بره وفي تصعيد اللي هو فريق 98 ده الحمد لله لحديث مصر، في ثلاثة من نادي الأهلي تم تصعيدهم. يعني في حاجات كتير قوي الحمد لله، احنا ما بنستسلمش للأمر الواقع اللي هو لا ده فرقة جماعية المفروض انت الأهلي كورة، لا الحمد لله. وده دايما يمكن اوقات كتيره بتبقى الناس بيستعجبوا منها في التعامل جوه النادي الاهلي، اللي من بره اللي ما عندهمش جينات النادي الاهلي، ان ابن النادي الاهلي متعود دايما ان هو بقى نمره واحد، وجماهير النادي الاهلي متعود على كده ان في كل الالعاب وخلافه. فحاصل مجهود، حاصل مجهود الحمد لله ان هي يتم التعديل بيها يبقى نتائج افضل والكلام ده، وتبقى نمرة واحد في بقيه الالعاب اللي هي حصل فيها المنحنى بتاعها. حضرتك قلت في البدايه ان في تفوق كبير جدا وفي حاجات على مستوى اللعبات الفرديه، الله عملوا كل البطولات افريقيا وخلافه وي السباحه انت لسه واخد بطوله كاس العالم للغطس، ودي ما اتحققتش من حوالي 15 سنه. في شغل كبير جدا حتى البليل المائي اللي هو حاجات ما كانش فيه اهتمام قبل كده من بعض الانديه، الحمد لله عندنا في النادي فيه اهتمام بيها غير طبيعي، وفي خبير فكل الحاجات دي اللي هي أدام الكلام ده منتسب للنادي الأهلي وأدام اللعبة موجودة جوه النادي الأهلي. لا شغلنا الشاغل إن كل الملفات دي تبقى على أرقى ما يكون.
فبنقول حصل اه. طب يعني مش بنقول ان ده المفروض النادي الاهلي يبقى كده، لكن حصل ان في بعض الالعاب الجماعيه زي ما شرحنا اللي هي حته السله رجال واليد ان حصل اخفاق. هل الاخفاق ده المجلس وقف قدامه؟ لا الحمد لله ما وقفناش، يعني صامتين وتعديل من كل النواحي، سواء بتغييرات او تدعيمات او لجان زي ما قلت حضرتك في الاول اللجنتين المكونين لتدعيم عمل النشاط الرياضي. وده هو ده قدر النادي الاهلي انك تبقى الاول في كل حاجه، ولازم تشخصه زي ما حضرتك قلت تشخيص سليم عشان ابدا اعالج المشكله فنيا والنتائج تتحسن. طبعا في مؤشر كويس قوي عايز حضرتك تتكلم عنه، اكيد هيلفت نظر كل اللي بيسمعك دلوقتي يا استاذ طارق، فكره اهتمام الاهلي بالكوادر الناشئه والشابه. حضرتك قلت في حرص على حتى تصعيد العناصر المميزه في اليد في السله في الطايره، العناصر المبشره ان ابدا كمان اطلع عناصر متوسط اعمارها اقل طالما هي قريبه من مستوى فرق الدرجه الاولى. في اهتمام بالكوادر في المراحل العمريه كلها ونستفيد بافضل العناصر الموجوده. بص حضرتك، هو اهتمام بالكوادر موجود الحمد لله، وده شغلنا الشاغل جوه النادي الاهلي، سواء في لجانه سواء في الادارات التنفيذيه. لا تاخد بقى حضرتك حتى الاداره التنفيذيه، انت ما كانش في حاجه اسمها نائب مدير فرع مثلا، لا في تسلسل اعمار دلوقتي، وفي موجود في كل فرع من فروع النادي الاهلي مدير للفرع ونائب لمدير الفرع، بحيث انك بتخلق كوادر جديده، بحيث لما بتيجي في توقيف وقت معين عايز كادر لوظيفه معينه جوه النادي لا هيكون موجود جوه النادي الاهلي. دورات تدريبيه بدات تتعمل جوه الاداره التنفيذيه للكوادر اللي موجوده. في حاجات الحمد لله بدا الشغل فيها يشتغل، اللي هو زي ما بنقول عليها كده زي المؤسسات اللي فيها ضوابط معينه تحكمها تفرغ كوادر. ففي شغل على مدار العمل التنفيذي بيحصل، في شغل على مدار اللجان، وزي ما حضرتك بنتكلم على حته ان في موجود من كل الاعمار السنيه اللي هي دايما يبقى عندك كوادر جاهزه لاي مسؤوليه جوه النادي الاهلي، لان بنتعامل في النهايه كلنا في النادي الاهلي مفيش حد مخلد، يعني هو النادي الاهلي هو اللي قائم، بس انجازك كمجلس يبقى انت سبت كوادر كتيره موجوده جوه النادي هو ده يمكن الاعتماد عليها الفتره اللي جايه، اللي هو تكون مستقبل النادي الاهلي من خلال شبابه وكوادره وخلافه. ما تنساش برضو ادام اتكلمنا على الاداره التنفيذيه وخلافه، ان عندك اداره تسويق، يعني من اول ما جينا برضو تم تشكيل اداره تسويق على اعلى مستوى، اتعمل لها ضوابط وي وخلافه من خلال الدكتور سعد شلبي. الشغل اللي بيتعمل في الحته اللي هي متعلقه بتعاقدات واجيال جديده زي كابتن امير، فيعني الحمد لله في تواصل اجيال بهدوء. النادي الاهلي لا يعرف الضجيج، ما بنعرفش ان احنا واحنا بنشتغل لا خالص، حتى الحمد لله كلنا قليلين الظهور اعلاميا الا لو في حاجه معينه تستحق ذلك، انما لو اللي عايش جوه النادي الاهلي هيلاقي خليه نحل شغاله، وفي نفس الوقت كل حد معاه ملفات بيحاول ان هو يوصل للنادي فيها على اعلى مستوى. ان في حرص في الادارات كلها على تجديد الدماء وايجاد افكار جديده تفيد النادي الاهلي. في نقطه ثانيه كمان حضرتك تطرقت لها قبل ما نتابع التقرير الخاص باراء وتعليقات الكابتن رؤوف عبد القادر، حضرتك قلت عن تشكيل لجنه لاكتشاف المواهب بعيدا عن عالم كره القدم، المواهب في السله والطايره وكره اليد في اعمار صغيره من كل القرى والمحافظات، هل فعلا في فرص لابناء المتميزين الموهوبين، ابنائنا المتميزين ولاد وبنات في المحافظات المختلفه، ان ممكن يلاقوا طريقهم عن طريق عمل اللجنه دي الى النادي الاهلي؟ مؤكد، لان ده هدف اللجنه دي الاساسي كده، ان هي توصل للمواهب من خلال قبل حاجة برضو الالعاب الجماعيه اختلفت عن زمان، يعني كاسعار لاعبين وخلافه ما بقاش زي زمان، يعني القصص كلها في معطياتها، فانت كدورك كنادي اهلي بتشتري تدعيمات وفي نفس الوقت بتحاول ان انت بتوصل للمواهب الصغيره اللي هي تسند النادي الاهلي، ويبقى انت في نفس الوقت عامل اقتصاديا كاقتصاديات النشاط دي معادله تبقى ناجحه اقتصاديا مع دورها الفني او تاثيرها الفني. بالظبط، يعني حضرتك هنا بتشير لان الاعباء الماليه بقت ضخمه جدا في الانتقالات حتى بره كره القدم. بره كره القدم، يعني الدنيا اختلفت في كل حاجه. طيب عايز حضرتك لو توقفنا قبل ما ننتقل للامور الخاصه بالانشاءات والتطوير والامور الخدميه والهندسيه اللي بتقدم وفي حرص على تقديمها لأعضاء النادي الأهلي، قبل التقرير التالي اللي هنتابعه ونختتم بهذا الجزء من الحديث، عايز كمان حضرتك تقول لنا هل في بعض النقاط لسه لم تتطرق إليها حابب تقولها للسادة المشاهدين عن الرؤية العامة الخاصة بخطة النشاط الرياضي للموسم الجديد، ولا حضرتك كده ركزت على كل النقط الأساسية الخاصة برؤية الموسم الجديد؟ لا يعني تقريبا، يعني اللي أنا اتكلمت فيه اللي هو الاهتمام الكبير اللي هو مترجم
في حاجات فعليه تم عملها على ارض الواقع موجوده جوه النادي الاهلي، ودايما ان شاء الله بنحاول ان احنا يبقى انت بتقوم بكل ما هو منوط بيه كمجلس في متعلق باستراتيجيات وضع اماكن الناس الصح في الاماكن الصح، اللي هو العمل الاداري اللي بيتطلبه، وانت بتتابع وفي النهايه بتدير ما هو يعظم قيمه النادي الاهلي. طيب هنشوف مع حضرتك ومع مشاهدينا هذا التقرير آراء مجموعة من المدربين في النادي الأهلي وقطاعات مختلفة أو فرق مختلفة داخل إطار النشاط الرياضي عن الأداء وعن الموسم القادم والتوقعات بعد كل سياسات العمل والتجديد والإحلال وتلبية مطالب الأجهزة الفنية اللي أشار لها الأستاذ طارق أنديل وأكد عليها أيضا من خلال التقرير اللي تابعناه مع حضراتكم الكابتن رؤوف عبد القادر. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. إن شاء الله طموحاتنا طبعا أن نحقق البطولات كلها بإذن الله. الحقيقة أن بالنسبه للصفقات المجلس الاداره بيحاول جاهدا يعني ان هو يحقق لنا المطلوب كله، لان عندنا الفرقه بتنغير جلدها تقريبا، يعني غيرنا حوالي 7 لعيبه بس اللي جبناهم 4، فلسه عندنا شورتاج في 3 في انديه مختلفه. مجلس الاداره بيشتغل جاهدا ان احنا نكمل قائمتنا ب3 دول. عندنا السلعاوي واحمد وسيف عندهم اصابات من الموسم اللي فات، واحد عامل عمليه والتاني واخد ابره يعني في ركبته وكده، يعني هيقعد شهر ونص كمان، دول بره فتره الاعداد. عندنا لعيب كويس قوي اسمه عمر طارق في الصغيرين برضه عامل رباط، مش رباط، عامل غضروف. نتيجه ارضيه الملعب يعني ارضيه الملعب الحمد لله، كمان مجلس الاداره غيرها للخشب، هتتعمل ملعبنا يبقى خشب ان شاء الله ليواكب البطولات العالميه كلها، ودي حاجه برضو بنشكر فيها مجلس الاداره. انما الولاد اللي موجودين بيشتغلوا كويس وانا عن ثقه فيهم، ومش مهم ان احنا نبدا كاملين او بالفول باور، المهم ان ننهي الموسم بالفول باور. إنما المجموعه الموجوده بتتمرن كويس قوي قوي، المود الجرح والجمال ورامي جنيدي ابو النصر اللهم صل على النبي محمد العدل، الناس هتشوفه في شكل تاني خالص خالص يعني غير ما الجمهور وناس كتير. محمد العدل الفرقه كلها صراحه يعني نازله وزن زي ده، ماسلز معدلات البدنيه خلال الاسابيع الـ4 اشتغلناها معدلات عاليه جدا، فالمجموعه اللي بتشتغل رغم ان في نقص انها بيشتغلوا كويس قوي قوي. احنا في النادي الاهلي طبعا حسن الظن بالله مهم جدا، ان شاء الله نتوفق في الصفقتين اللي هم ناقصين دول في الجيش. عندنا برضو المهندس فرج عامر مشكور جدا، هناخد واحد ان شاء الله من سموحه، فباذن الله لما الثلاثه دول يجوا الفرقه يبقى شكلها كويس ويبقى قوام قوي قادر على تحقيق بطولات ان شاء الله. الحمد لله يعني بطمن الناس ان الفرقه ان شاء الله لحد كبير جدا مستقره السنه دي، ما فيش اي تجديدات او اي حاجه. عملنا صفقه واحده بس، جه ابو السعود من نادي الزمالك لمده 3 سنين، ولد صغير عنده 23 سنه الحمد لله يعني ولد مبشر، وان شاء الله يبقى صفقه جيده ومربحه للنادي الاهلي. بالنسبه للموسم دوت يعني انا بعتبره من اصعب المواسم اللي ممكن تحصل، نتيجه طبعا المنتخب كان عنده بطوله افريقيا وعنده تصفيات الاولمبياد، وفي مجموعه هيسافر بعد بكره يمكن بلغاريا، وبعدين عنده تصفيات الاولمبياد الثانيه في شهر 1 غير كاس العالم، وطبعا وعندي اصابات كتير، دي يعني دي بتاثر تاثير سلبي كبير جدا على اعداد بتاعنا كنادي اهلي. علاوه على كده الدوري هيبدا في 1/10 بدون الدوليين، ودي طبعا يعني انا عندي تقريبا 11 لعيب في المنتخب، وفي 2 مصابين اللي هو قطب عمل عمليه وعبد الحليم عبو. هستعين طبعا بجزء كبير جدا من الشباب، طبعا عبد اللطيف ومحمود ومعوض ورمضان، هم دول اللي عندي من الدرجه الاولى. منعم لسه بيعمل تاهيل، ان شاء الله ربنا يكرمه كده ويبقى معانا او في المنتخب يعني على حسب حالته. فانا بقول لك ان الموسم ده هيبقى صعب جدا، يمكن تقريبا
لغايه شهر واحد او اول اثنين اللعيبه مش هتبقى معايا بصفه دائمه. ده بيشكل عبء عليا في بدني، ان انا يعني مش عارف هم بيعملوا ايه في المنتخب او طريقتهم في المنتخب. الراجل البدني غير معايا، فلازم اول ما ييجوا لازم يندمجوا بسرعه مع الفرقه، وان شاء الله يعني بنستعد طبعا للدوري والكاس، وان شاء الله اذا كان في امل نخش البطوله العربيه لانها هنا في مصر وغير افريقيا. احنا هنا جيلنا هنا عندنا طبعا حوالي 5-6 لعيبه بيتمرنوا معايا من السنه اللي فاتت، منهم الصافي الصغير ومرجان وحماده وفي عبد الرحمن الحسيني وفي زكريا، دلوقتي يعني بينضموا معانا واحده واحده ان شاء الله يمكن يلعبوا اول ماتشات التمهيديه دي كلها. هي طبعا مش محسوبه، احنا كده كده طالعين للدور اللي هو النهائي في الدوري، فان شاء الله دي تبقى فرصه ليهم ان هم يثبتوا نفسهم وجدارتهم ان هم يبقوا احق باللعب في الدرجه الاولى ويبقوا نواه كويسه جدا ليهم يعني ان شاء الله. أستاذ طارق أنديل، هنختتم الحديث عن الجزء الخاص بالتطوير في منظومة النشاط الرياضي والاستعداد الجيد للموسم القادم، لو عند حضرتك طبعا أي تعقيب على محتوى التقرير اللي تابعناه دلوقتي، وأيضا بالحديث عن أكاديميات النادي الأهلي وما تحققه حاليا. لا يعني هو تقرير اتعرض هو تأكيدا إن شاء الله في طموحات كل اللي شغالين في النادي إن العام إن شاء الله ده يبقى أفضل إن شاء الله في النتائج وعلى مستوى النتائج في أي فرق من فرق النادي. أكاديمية الكورة احنا عندنا دلوقتي 13 فرع من الأكاديميات، برضو من استراتيجية مجلس الإدارة والاهتمام بالأكاديمية كويس يعني بطريقة تتفق مع النادي الأهلي وإيه اللي انت عايزه من الأكاديمية. عشان كده اختلف الاستراتيجية بتاعت الأكاديمية عن قبل كده، مش إن العدد بس، مش بعدد اللي يبقى ملتحق من الأولاد بالأكاديمية، لا انتقاء النوعيات نفسها بحيث ان ده برضه بيبقى نوال فرع الناشئين للموهوبين او خلافه. الاكاديميه توسعت في جزء كبير من مصر، يمكن اخر حاجه المفروض اخر فرع اللي هو يفتتح قريب بعد العيد كان الفرع الشرقيه. في تواجد في المحافظات وفي نفس الوقت في المعطيات اللي هي الديجيتال الجديده اللي النادي الاهلي بيشتغل عليها، هتلاقيه في موبايل ابلكيشن موجود الاكاديميه. فالحمد لله في اهتمام غير طبيعي بيحصل بالاكاديميه. كابتن خالد بيبو الحمد لله عامل برضه يعني بيقود طبعا بيقود القصه بالاشتراك طبعا مع كابتن محمود الخطيب بصفته المشرف على الكوره كلها. الجمهور بيحلم باستثار انها ترجع دور الكشافين في مصر بشكل غير مباشر، ان احنا نقدر نوصل ان النادي الاهلي تقدم اليه افضل المواهب الموجوده في كل قرى. ده اللي بيحصل ان شاء الله، وهي يعني هيتم بشكل ممتاز من خلال المجهود ومن خلال الاستراتيجيه والرؤيه اللي بتدار بها الاكاديميه حاليا. ان شاء الله تكونوا موفقين في هذا الملف المهم فنيا واقتصاديا واستثماريا على كافه المستويات طبعا. وزي ما قال كابتن خطيب خلال الفتره الخاصه بانتخابات مجلس اداره النادي والسباق الانتخابي، قال دايما الاولويه عندنا في النادي الاهلي البعد الفني، قالها 3 مرات، قال الجانب الفني نمرة 1 و2 و3 عندنا في الأهلي، ثم طبعا الجانب التسويقي والاقتصادي والاستثماري له أبعاد مهمة جدا في عند الإدارة الحالية في النادي الأهلي. هنتقل مع حضرتك لملف الإنشاءات، كيف ترى ما يتم عمله الآن؟ ولو حضرتك أردت أن تبدأ يعني من أين تود أن تبدأ في الفروع اللي بيجري العمل فيها كلها على قدم وساق حاليا؟ هو يمكن حضرتك يعني ممكن نبدأ بفرع فرع. لو نبدأ بالمقر كالجزيرة، الحمد لله متسق المواعيد بما تم تخطيطه من قبل يعني بالنسبة للجهد المعمول في الناحية الإنشائية. يعني الأسوار بالكامل تم الانتهاء منها، التراخيص تم استصدارها اللازمة للبوابات اللي هت يعني المفروض بوابات الرئيسية والفرعية وداخل على حتة الإلكترونيك والتذاكر وكده، فالتراخيص انتهت وان شاء الله قريب هتبص تلاقي الكلام ده ظهر بالنور. انما البوابات كلها تم الانتهاء منها وظهر الحمد لله بمنظر جمالي يليق بالنادي الاهلي. صاله الكاراتيه في الجزيره تم انشائها. خد بالك برضو في حاجات ساعات ايه يعني تكييفات متعلقه بكذا، قد يكون بنتابع يعني من خلال اداره تنفيذيه موجوده في النادي بتتابع على طول. قريب كان في حاجه زي كده بيتم الملاحقة على طول أي إصلاح أو أي حاجات محتاجة من جديد إعادة تجديد فيها. برضو صالة الجمباز اللي تم افتتاحها،
التجديد اللي هو حصل فيها. يعني افتكر ايام الانتخابات كنا قاعدين صاله الجمباز دي، كان مطار شكاوي من اعضاء يعني كتير جدا في النادي في الوقت ده، والحمد لله تم تجديدها وافتتاحها وكده. صاله الكاراتيه اتكلمنا عليها، مبنى الصالونات تشطيب بقى ورفع كفاءه وحاجات كتيره متعلقه بيها جوه النادي. اللي اتكلمنا عليه اللي هو بالنسبه لمدرج التتش اللي هو الموجود في الجزيره، البنيه التحتيه الكامله لكره القدم، غرف ناشئين موجوده في الجزيره تم تطويرها ورفع كفايتها، صاله الامير عبد الله الفيصل قريب اتغير كل التكييفات بتاعتها، ودي حاجه حيويه طبعا بالنسبه ليها جدا، الصاله المغطاه نفسها، وان شاء الله جاري في تغيير الارضيه نفسها ان شاء الله هيحصل قريب، وده فارق جدا معانا يعني، المفروض يفرق في العاب الصالات بطريقه ملحوظه يعني. أيضا الجانب اللي حضرتك أشرت إليه منذ قليل، فكرة التواصل مع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، جانب من اهتمامات النادي هو استثمار الأسوار كمان تسويقيا وإعلانيا، وده أعد في التصميم بالزبط. ده ضمن الاتفاقيات اللي بتتم أو بيتم العمل عليها طبعا. وجانب يعني فيه اهتمام جامد من المجلس بالجانب ده يعني. مدينة نصر يعني شفنا قريب اللي حصل في منطقة الفوت كورت، حاجة يعني الحمد لله مش موجودة قبل كده في أندية من الأندية في مصر يعني. ده يعني أحد رؤساء الأندية كان هو نفسه بيشهد بكده يعني، بيقول أنا رحت تطوير كبير قوي اللي حصل في مدينة نصر، حاجة الحمد لله 12 منفذ على أعلى مستوى كمان يعني، جبت براندات كمان على أعلى مستوى موجودة جوه المنطقة مع نظام شلال على أعلى مستوى، حاجة تليق بالنادي الأهلي. والكلام ده خد له دراسات كتيرة وخد شغل جامد جدا من كل أطراف الناس اللي اشتغلوا فيها للأمانة يعني. مجلس إدارة أعد استراتيجيات لكده وتابع وفي ناس عملوا شغل على أعلى مستوى وبل النور، وكان مثار إعجاب من ناس كتيرة أوي بره النادي الأهلي كمان. الكواليتي التنفيذ نفسها كانت عالية جدا بالظبط. الاسوار تم الانتهاء في مدينه نصر من كل الاسوار، من الاسوار كلها والبوابه الرئيسيه انتهت بنسبه حوالي 95% تقريبا، ودي شامله اجهزه الكروت الممغنطه برضو اللي هيتم الاستعانه بها جوه النادي، وشبكه مراقبه بالكامل، ابواب خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه، اماكن توزيع تذاكر واماكن امن، يعني حاجات الحمد لله. كروت الممغنطه يا استاذ طارق للبوابات انها تبقى بوابات الكترونيه طبعا كل المقار والافرع، وفي المنطقه الترفيهيه اللي قريب ان شاء الله هيتم افتتاحها، منطقه الترفيهيه دي فيها ثلاث حمامات سباحه، في عندك حمام للاعضاء وحمام للاطفال وحمام امواج، برضو حاجه جديده بتتعمل في مصر. ده شكل الاسوار احنا شايفينه على الشاشه اللي كنتوا اتكلمتوا حضراتكم عنه بالزبط. خلال الحمله الانتخابيه وبرنامج علاقه الاهلي، وقلتوا ان لازم الشكل والتصميمات والجانب الانشائي يبقى فيه شخصيه النادي الاهلي. تبص كده تقول هو ده النادي الاهلي، بص على الصور من بره هو ده النادي الاهلي. في مدينة نصر برضو مقر علاج طبيعي تسلم، ملاعب مقر الأكاديمية جاري العمل فيها بطريقة غير طبيعية يعني، بطريقة فعلا طريق بالنادي واللي مطلوب كاستراتيجية من الأكاديمية نفسها، من حيث تطوير ورفع كفاءة الأكاديمية كمبنى نفسه يعني، وصالة الإسكواش اللي بتقابلها. عندك الشيخ زايد، قبل بقى ما ننتقل للشيخ زايد محتاجين نشوف مع حضرتك ومع السادة المشاهدين تقرير بيعرض لنا بعض التفاصيل عن أهم ما تم إنجازه خلال عملية التطوير وخلال البرنامج الخاص بالإنشاءات والتحديث في كافة المقار والأفرع المختلفة، بعد ما الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي اتكلم عن ما تم في مقر الأهلي في الجزيرة وأيضا في مدينة نصر. هنتابع مع حضراتكم المحتوى من خلال التقرير التالي، وبعدها نعود للحديث أيضا عن أهلي الشيخ زايد. بشكر مجلس الإدارة بجد يعني اللي هم يعني خلونا ان احنا قاعدين مرتاحين في الجمباز، وفي امان كتير قوي للولاد يعني قللنا من الاصابات كتير قوي، الاجهزه قللنا من الاصابات كتير يعني، الاول كان في اصابات كتيره جدا، فبعد الاجهزه الحديثه دي بجد احدث اجهزه في العالم بجد والله، ان بقاش في اصاباتنا بقت قليله قوي يعني. بس لا جميل جدا، مكيف جدا، مرتاحين جدا غير الاول خالص، كنا الاول بنيجي تعبانين جدا في النار عشان احنا عندنا تمارين كتيره جدا صبح وليل، فطبعا كان في عز الشتاء بتبقى طبعا تلج وفي عز الحر في النار يعني. صارت اتطورت جدا عن الاول، في مراتب كتيره والسيفتي بقى كتير عالي جدا،
بقى امان جدا للولاد عن الاول، مفيش اصابات، الاصابات قلت عن الاول، حتى المدربين دايما واقفين معاهم والمراتب كويسه وتكييفات هنا في الصاله وبقت مكيفه حتى للولاد ولاولياء الامور. الدنيا طبعا كانت بتبقى حر جدا، كان المكان مش نظيف وكان حر ومش مجهز حتى لاولياء الامور، دلوقتي لا بقى مجهز وفي تكييفات ونظيف وقاعدين براحتنا طبعا ومبسوطين يعني الحمد لله. بشكر مجلس الاداره على ان هم حققوا لنا كل اللي كنا عايزينه يعني الحمد لله. احنا طبعا كمان الاستاذ طارق انديل بيؤكد انه عملية التطوير مستمرة ولم تنتهي بعد فيما يتعلق بالبوابات والتطوير المستمر في المحيط الخارجي لمقر وافرع النادي المختلفة. يا ريت حضرتك توضح النقطة دي اكتر للسادة المشاهدين، لسه العمل مستمر على الاسوار وعلى البوابات وعملية التطوير لسه لم تنتهي، فيها شغل كتير جدا. انتهت الاسوار، انما اللي بيستكمل هو ما يتعلق بالبوابات تم نفسها. اصدار التصاريح التراخيص اللازمة وفي نفس الوقت قريب برضه هتشوف النور. التفاصيل دي كلها هينتهي العمل منها قريبا ان شاء الله الخاصه بالبوابات. عايزين ننتقل مع حضرتك للتطوير والجانب الانشائي والتطوير اللي بيحصل في الشيخ زايد، اهل الشيخ زايد. الشيخ زايد تم الانتهاء من جزء من الاسوار، جاري اصدار التراخيص برضو عشان البوابه الرئيسيه والمتعلق بيها، جاري العمل على انشاء اللي هم الثلاث صالات اللي ان شاء الله هيكونوا موجودين فيها، اللي هي سكواش وكاراتيه وجمباز، وجاري العمل في البوابه الرئيسيه، وتقريبا تم الانتهاء من العمل من المبنى الاداري والمتعلق بالبنوك والمقر للبنوك والشهر العقاري. عند حاجة التجمع الخامس زي ما احنا عارفين كلنا هستبدلنا الارض اللي هي كانت الارض القديمه اللي كان محفوره بعمق حوالي 25 متر. تم الانتهاء خلاص من القرار الوزاري وجميع المستندات اللازمه بالتراخيص المتعلقه بالمرحله الاولى اللي ان شاء الله يعني الحمد لله هو الشغل اللي شغال الفتره اللي فاتت دي كانت على التراخيص دي والمستندات والرسومات الخاصه بيها، وان شاء الله هيبدا بيها العمل قريبا جدا. هيبدا العمل في التجمع الخامس ده متهيألي هيبقى الشغل الشاغل للمجلس لانه هيبقى جهد ضخم جدا. هو اوريدي هو الحمد لله احنا بنعمل مقابلات والعضويات وكده، الترتيبات الخاصه بالفرع ده مستمره حاليا، ان شاء الله يخرج كمان العمل في مقر النادي الاهلي في التجمع بافضل شكل ممكن، والتصميمات والتصور اللي عرضناه في اكثر من تغطيه سابقه اكثر من رائع باجماع الاراء يا استاذ طارق. طيب هننتقل من عمليه الانشاء والتطوير المستمره في الافرع والمقر المختلفه للنادي الاهلي الى عدد من القضايا الاخرى. في قضايا تتعلق بالجانب الديجيتال في النادي الاهلي، يقال دايما ان المجلس الحالي مهتم بالجانب الرقمي وبتقديم وتطوير النادي الاهلي في الجانب الديجيتال، ازاي يا استاذ طارق؟ بص حضرتك التطور الرقمي المتعلق باللي هو يعني متعرف عليه بالديجيتال ده احد المحاور الاستراتيجيه اللي بتلقى اهتمام من المجلس بقياده الكابتن محمود الخطيب. اللي حصل كمان ان المجلس الاداره خد قرار يعني بقى لنا حوالي شهرين ثلاثه تقريبا مستشار بوجود مستشار للمجلس للتحول لشؤون التكنولوجيا والتحول الرقمي اللي هو الاستاذ محمد الصبان، وله خبرات في المجال ده في مصر ومعروف اسمه غني عن التاريخ. الغرض ايه من كده؟ انت بتساير كل ما هو حديث اللي هو خلاص هو ده المستقبل يعني ان لم يكن الحاضر يعني لو. وبعدين على فكره يعني في تجربه حصلت في كاس افريقيا قريب دي اكدت لك ان هو ده خلاص الحمد لله الجو العام نفسه والناس مؤهله لكده، اللي هي تذكرتي والدخول بالطريقه اللي هي الديجيتال اللي حصل فيها في كاس افريقيا في مصر. الحمد لله النادي الاهلي عنده الرياده في الكلام ده، ان هو عايز ان انت توصل لجميع الخدمات المقدمه ليك سواء اعضاء او جمهور بالطريقه الرقميه. دي في حاجتين بيتبنى المجلس خطط قصيره الاجل وخطط طويله الاجل لتحويل النادي ان هو يقدم خدمات متميزه بتعتمد على التكنولوجيا الحديثه وبتتواكب مع التطور السريع في العالم، من حيث بقى الاعتماد على ايه؟ على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وخلافه. يعني حضرتك قريب حصل اللي هو الواي فاي اللي هو مغطي النادي الحمد لله بمقره بحيث ان هو يعمم بعد كده، وده بيساعد في حاجات كتيره قوي بالنسبه للاعضاء وغيره. احنا في مرحله اطلاق تجريبي للموبايل ابلكيشن نفسه اللي هو هيغطي اشتراكات الاعضاء اللي عايز يعمل اشتراك الخدمات المتعلقه بالمنافذ وخلافه.
في جهد اتعمل الحمد لله من المجلس وفي تقنين ليه حاليا، بحيث مش حاجات تقنين، هو دي المؤسسات الكبيرة الحمد لله اللي هي في حاجات معينة متعلقة بتطور معين انت شايف النادي اللي هو المفروض يتواكب معاه، خلاص بتستعين بأهل الخبرة في المجال. في اتجاه للتحديث وللاعتماد أكتر على الجانب الرقمي في الرقم، كل ما يقدم هو لأعضاء هو ده اللي موجود. ده هيسوي حاجتين، هيسوي تسهيل غير طبيعي لأعضاء ومشجعي النادي الأهلي في التعاملات كلها، هيسوي تقديم خدمات مميزة أفضل، هيسوي إن هو يحط النادي في مصاف الأندية الحمد لله الفعلية العالمية من حيث بقى الاقتصاديات التشغيل في الحاجات دي كلها. طيب هننتقل لصندوق العاملين، كيف يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي وكل القائمين على الترتيبات الخاصة بصندوق العاملين إلى الإدارة الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب لعملية التطوير في قناة الأهلي، في المركز الإعلامي في النادي الأهلي، في كل ما يمثل رسائل إعلامية رسمية تخرج باسم النادي الأهلي؟ بص حضرتك، هو تم إعادة خلال الفترة اللي فاتت هيكلة لقطاع الإعلام في النادي كله. يعني لو حضرتك لاحظت إن في تم استكمال لكافة التخصصات اللي هي معطيات الزمن الحديث، القصة اختلفت يعني إعلامياً بقى بخلاف الإعلام جزء من الإعلام هو السوشيال ميديا. تخصصات تمت إضافتها واستكمالها في استراتيجية قطاع الإعلام نفسها. لو تلاحظ حضرتك الحمد لله النادي الأهلي كاسمه أرقام متابعين لإعلامه زي المتابعين بتاع الصفحات الحسابات الرسمية أو السوشيال ميديا أو خلافه هو الأول على مستوى الشرق الأوسط. يعني لو تابعت الأرقام نفسها الملايين اللي بتابع حساب النادي الأهلي، فده كان بيخلي على المجلس الحمد لله معتمد موازنة تليق بالنادي الأهلي للقصص دي كلها. طبعا أكلم الأيام يبقى بقول لقناة الأهلي كل سنة طيبة، طبعا 11 سنة في عيد ميلادها وبدأ خطة التطوير الفعلية جوه القناة برضو الحمد لله. يعني في تقديم برامج جديدة بتلبي احتياجات جماهير النادي الأهلي وأعضائه، وبرضو كابتن الخطيب كصفته مسؤول على مجلس الأمناء المتعلق بالإعلام الفترة الجاية إن شاء الله بالتنسيق مع الدكتور محمد العدل، أنا عارف إن في شغل كتير جدا اتجاه لتطوير أكتر في القناة الجديد إن شاء الله. أكتر كمان، والمجلة نفس الحكاية، مجلس الأمناء برضو اللي تم تشكيله مع إدارة تحريرها برضو بيوصلوا لتصور نهائي لتطوير المجلة نفسها. مجلة الأهلي في النهاية المنابر الإعلامية المملوكة للنادي الأهلي بتلقى اهتمام من مجلس الاداره غير طبيعي، وده طيب حقيقي. انا يعني كنت هنسى نقطه مهمه جدا، كنا مركزين كمان على اننا نعرضها للساده المشاهدين بشكل خاص جدا، اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وهتكون ايضا مسك الختام لهذا الحوار. استاذ طارق، سريعا نعرف من حضرتك الارقام اللي تحققت، لغه الارقام لا تكذب ولا تحتمل راي او اختلاف في الراي، عن طريق الموارد القادمه للنادي الاهلي فيما يتعلق بالعضويات تحديدا، العضويه والموارد اللي حققت برضه كان حاجه المفروض من الحاجات اللي المجلس للامانه من اول ما جينا كان بتلقى اهتمام منه، هي التركيز ان تكوين لجنه عضويه اللي هي منوط بيها الحاجات المتعلقه بالانترفيو وانتقاء الاعضاء للنادي الاهلي اللي بيليق بالنادي، وفي نفس الوقت ان يبقى في دخل، لان هو الدخل الرئيسي برضه العضويات يعني موجوده كدخل رئيسي للنادي في ميزانيته. وكان كل في الاستاذ ابراهيم كفراوي وانا معاه وزملاء من المجلس بخصوص لجنه العضويه الحمد لله اتعمل شغل كتير جدا في اللجان دي في لجنه العضويه، وده برضو دخل للنادي دخل ممتاز، وفي نفس الوقت في ظل اللي هو متاح ان يبقى في عضويات جديده عندك اتعمل فيها برضو. يعني احنا عاملين حوالي 400 عضويه في النادي حاليا كعضويه كامله، اللي هي عضويه بيسمى مجازا الجزيره، اللي هي عضويه النادي بكل افرعه يعني والمقر. الشيخ زايد معمول من يوم ما جينا حوالي 2825 تقريبا. القاهره الجديده ضغط واقبال غير طبيعي، يعني احنا بقى لنا شويه بس مأجلين شويه حاجات مقابلات عشان لحاجات معينه متعلقه بعد الاستراتيجيه الخاصه بس بتكوين الفروع. لغايه دلوقتي حوالي ما يقرب من 700 عضو في القاهره الجديده، وفي يعني عندنا كم، فده هيبقى له مردود ضخم جدا على الموارد يعني كمان ان شاء الله. في داخل الحمد لله خلال الفتره اللي فاتت يعني بتاع حوالي قرب 700 مليون من الادوات لوحدها، يعني كل ده في طبعا بيبقى في منها جزء كاش ونقل، كلها مؤشرات ايجابيه قادمه ان شاء الله. لكن يعني بصفه عامه الحمد لله في جهد بيتعمل في كل الملفات الخاصه
بشغل النادي الأهلي كمجلس أهلي. إن شاء الله العمل لا يتوقف والجهد لا ينقطع من كل المسؤولين، مجلس إدارة النادي وكل فريق العمل المصاحب للمجلس في كل الإدارات التنفيذية والقائمين على تنفيذ استراتيجيات ورؤى مجلس الإدارة الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وإن شاء الله نتابع ده دائما أبدا في تغطياتنا القادمة على شاشة قناة الأهلي. لا يسعني في النهاية إلى أن أوجه لك خالص الشكر وجزيل الشكر الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ودائما أبدا موفقين إن شاء الله لتقديم كل ما يرضي أعضاء النادي وجماهيره في كل مكان. أحب أنوه برضو حاجة كنا بنتكلم فيها قبل الحلقة، اللي هو الجانب الخدمي والاجتماعي بتاع الأعضاء نفسه. إن إحنا يعني برضو أول ما جينا من قبلها من أيام الانتخابات كنا بنتكلم ليه في عقيدتنا إن مفيش منتجع غير منتجع واحد لأعضاء النادي الأهلي هو مرسى مطروح. الحمد لله تم إنجاز مارينا وهيتلوها إن شاء الله حاجات كتيرة قوي برضو تغطي احتياجات أعضاء النادي الأهلي، يعني في قطاع المصيف تحديدا في فرص إنه تبقى مصايف متنوعة للأعضاء. زي ما أقول حاجة، الجانب الخدمي الإنشائي الاجتماعي الرياضي من كل الجوانب ملفات شغالين فيها كأعضاء مجلس إدارة وعلى قدم وساق مع إدارة تنفيذية الحمد لله على أعلى مستوى جوه النادي، متابعات مستمرة لكل ما هو مسؤولين جوه النادي. نعم. وزي ما اقول حاجه يعني بص على اجتماعات مجلس الإدارة مش برضه اجتماعات بس، يعني هتلاقي الحمد لله الناس متواجده جوه النادي ومتابعين بتتابع اول باول كل شيء مطلوب يتم انجازه. نشكرك شكرا جزيلا واسعدتنا بوجودك معنا، بشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. العفو، كل سنه وجميع اعضاء وجماهير النادي الاهلي بالف خير بمناسبه عيد الاضحى ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. مشاهدينا في نهايه هذا الحوار اتوجه بالشكر الى الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بشكر حضراتكم على المتابعه، نهايه هذا اللقاء ولكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمره والمزيد من خلال الاهلي الليله بعد الفاصل مع زميلي العزيز الكابتن خالد العوض. We'll be right back.